اهلا بكم مشاهدينا الى برنامج الاخبار الليله الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما اهم اخبار اليوم والبدايه من العناوين السودان يبدا حسم اخر قضايا الانتقال البرهان يشدد على اعاده بناء الامن بعيدا عن السياسه وحمتي يدعو لنبذ تجاذباته رئيس الوزراء الاسرائيلي يخضع لضغوط اضافيه بسبب خطه تغيير القضاء، قسمة في حزبه ودعوات لمعاقبته قضائيا. كركوك والاقليات ونسبه التصويت، خلافات تعيق الكتل السياسيه العراقيه من تمرير قانون الانتخابات في البرلمان. عقارب الساعه لبنان تدور بتوقيت الخلافه السياسيه المدارس تذهب للتوقيت الصيفي والحكومه تجمد اجتماعاتها السلام عليكم أسبوع يفصل السودانيين عن أول استحقاق في المسار الانتقالي الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل بإعلان الاتفاق النهائي تمهيداً لصياغة الدستور وتشكيل الأجسام الانتقالية. الليلة ستسلم القوى المشاركة في الاتفاق الإطاري رؤيتها النهائية التي ستحول مكان إطارياً إلى نهائي وفق القضايا الرئيسية الخمسة والتفاهمات السياسية. والتوصيات التي اقرتها ورشه العمل اخر قضيه لم تحسم بعد هي الاصلاح الامني والعسكري التي انطلقت اعمالها اليوم في الخرطوم بمشاركه رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كلمات ورسائل متبادله تناقلها الرجلان حول قضيه حساسه تتعلق بالنفوذ الامني لكليهما البرهان قال ان السودان يريد بناء قوات مسلحه بعيدة عن العمل السياسي، معلنا رغبته في تمكين اي سلطة مدنية قادمة بأن تكون القوات المسلحة تحت امرتها بشرط ان تكون السلطة منتخبة، مشيرا الى ان عملية اصلاح القطاعين الامني والعسكري ستكون عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، هذا وشدد البرهان على ضرورة التأسيس الصحيح لوضع الآلية لبناء قوات مسلحة سودانية مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي دون الزج بها في أي معترك يخص العمل الداخلي نحن نريد أن نمكن لأي سلطة مدنية قادمة أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها لكن هذه السلطة المدنية يجب أن تكون منتخبة بأمر الشعب حتى لا نزج مرة أخرى بالقوات المسلحة في أتون التنافس والصراع السياسي فرصة أيضا من خلال نطلب من الممانعين أو الذين لم ينضموا إلى هذه العملية السياسية بأن ما يطرح هنا هو طرح سوداني تشاركنا جميعا في صياغته وما يطرح هنا أنا متأكد أنكم إذا اطلعتم عليه لن تجدوا فيه إلا ما يلبي طموحات الشعب السوداني وما يخدم أهداف التغيير وأهداف التحول الديمقراطي لذلك الناس الموجودين ما زالوا خارج العملية السياسية نحن نقول لهم تعالوا أقروا الكلام المكتوب وشوفوه إذا قلتوه ما متوافق معاكم أقعدوا مع الناس وقول لهم والله الحاجة دي ما بتنفع معنا لكن نحن سودانيين وطنيين مقتنعين بأن هذا الأمر إذا ما فيه مصلحة للدولة ومصلحة للبلد ومصلحة للمستقبلة ما بنمشي فيه ولا خطوة نؤكد أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهوله ويسر. ايضا اؤكد ان هذه العمليه عمليه سودانيه خالصه قام بها ووضع اسسها السودانيين وفي هذا المجال نؤكد ان شركائنا والداعمين لنا لهم من التقدير والثناء. ومن جهته قال نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو قال إن الإصلاح الأمني والعسكري في البلاد ليس مهمة سهلة لكنها ضرورية وشدد على وجوب الوصول إلى الجيش الواحد وأضاف أن الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا يجب أن يخضع لأي أجندة سياسية كما يجب ان يشمل كافه اجهزه الدوله واشار الى وجوب التخلص من التجاذبات بهدف انجاح العمليه الانتقاليه مؤكدا في الوقت نفسه على العمل من اجل حل سياسي توافقي بين الجميع كما شدد على ان قوات الدعم السريع ملتزمه بالانحياز الى خيار التحول الديمقراطي. الاصلاح الامني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولا يجب ان يخضع لاي اجنده سياسيه فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد قبلناه برضا ووعي كاملين مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات الإدماج الجيوش التي تأتي غالبا في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان يجب علينا الاستفادة من هذه التجارب مع الأخذ في الاعتبار والفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان وحالة قوات الدعم السريع التي أنشأت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها لقد ظلت قوات الدعم السريع ولا تزال ملتزمة التزاما التزاما لا لبس فيه بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي الذي يضع السودان في مساره الصحيح والشواهد في ذلك كثيرة منذ ما قبل 11 أبريل برفضها قمع التظاهرات ثم انحيازها لخيار الجماهير مرورا بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 أكتوبر وصولا إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي وسنظل, وسنظل متمسكين بهذا الخيار لن نجامل فيه ولن نتخلى عنه وهذا بمثابه اعلام مبكر ورساله رساله ل... ل... ينبغي ان تدركها الحكومه المستقبليه التي ستتولى زمام الامور في البلاد ان التحو... ان التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياة لا حياد عنه مهما كانت الظروف لقد منحنا هذا الشعب الصابر كثيرا من الفرص ويجب ان يشعر الان بانه قادر على حصاد ما صبر عليه. ولحسن الحظ والازمات التي تمر بها بلادنا بالامكان عبورها وبسرعه. ان توحدت اهدافنا العليا وارادتنا وليس صعبا ان نعبر الطرق الوعره ونستشرف 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 طريقا ممهدا نحو النهضه والتقدم. الامر الذي بايدينا نحن شعب السودان. في مختلف قطاعات قطاعاته ان نضع السودان نصب اعيننا ونتهد في الاهداف ونختلف في الوسائل فالسودان يسعنا جميعا. ومن جهه قال المبعوث الاممي للسودان فاكر بيرس ان نقاط التوافق بين العسكريين والمدنيين تفوق نقاط الخلاف. وان الاصلاح الامني يعني اصلاح المنظومه الامنيه والعسكريه. نقاط التوافق تفوق تفوق نقاط الخلاف بأشواط، وأمل أن تستغل هذه الورشة لمشاورات بناءة والاتفاق على التوصيات ستدخل في الاتفاق السياسي النهائي، وأمل كذلك أن أن تترجم هذه التوصيات إلى الأفعال وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة في عملية الإصلاح. وإدماش القوات ونشيد التقدم المحرس حتى الآن في دفع ترتيبات الأمنية قدما وأدعو جميع أدعو جميع الأطراف إلى مواصلة هذه الجهود آمل أن تؤدي نتائج هذه الورشة واستناف المرحلة الانتقالية في خيارة مدنية إلى تمهيد الطريق لاستكمال عملية السلام مع الجماعات المسلحة غير موقعة على اتفاقية جوبا أمل أن تندم على الأطراف الرئيسية التي لم تشارك بعد في هذه العملية وأشجع جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية نعرف أن اندمام هذه الأطراف الغير موقعة إلى الاتفاق الإتاري الغير مشارقة في هذه العملية حتى الآن نعرف أن انضمام هذه الأطراف وهم أصحاب مصلحة أيضا أن انضمام هذه الأطراف يتطلب بعض المرونة من كل الجوانب وفي السياق ذاته اتهم الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر اتهم جهات لم يسمها بالسعي للوقيعة بين المدنيين والعسكريين مضيفا أن هذه المساعي تأتي بهدف تقسيم البلاد وإضعافها تعمل جهات عديدة للوقيعة بين المدنيين والعسكريين وفرض تصنيف يقسم البلاد لمعسكرين لا يلتقيان عسكريين ومدنيين ملكية وعسكرية وهو تصنيف مضلل وزائف تستمر محاولات ترسيخه من اجل تقسيم الصف الوطني واضعافه وبذلك اضعاف البلاد بصورة عامة لم يخرج ملايين السودانيين والسودانيات في ثورة ديسمبر المجيرة ضد المؤسسة العسكرية بل توجهوا صوبها في سبيل انحيازها للمشروع الوطني الجديد الذي يضع حدا لثنائية الفساد والاستبداد وينهي تسلط حزب واحد قسم البلاد ومؤسساتها ومجتمعها لثلاثين عاما عجاف في الطريق للوصول إلى هذه الورشة خضنا نقاشات جادة وعميقة وشفافة مع قيادة القوات المسلحة السودانية وقياده الدعم السريع تلخصت في ورقه اسس ومبادئ الاصلاح الامني والعسكري والتي تشكل الاساس للوصول لحل شامل يربط مبادئ الاصلاح والدمج والتحديث مع مشروع شامل لبناء الدوله واصلاح مؤسساتها وارساد عائم الحكم المدني الديمقراطي تحلت قياده القوات المسلحه والدعم السريع بشجاعه بالغه تستحق عليها التحيه والتقدير وهي تخوض هذه النقاشات والتي على صعوبه ما تناولته من قضايا الى انها وفرت فرصه تاريخيه لبلادنا تجنبها ويلات الحرب والتمزق لمناقشة كل هذه التطورات السودانية السياسية انضم إلينا من الخرطوم الصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كما ينضم إلينا كذلك من العاصمة السودانية الخرطوم رئيس الجبهات الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وعضو اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية الأمين داود أهلا بكم معه أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة البداية من السيد الصديق صادق المهدي أربع ملفات نوقشت الملف الخامس الأساسي في هذا الاتفاق سيبدأ النقاش حوله اليوم على أن يستمر في الس... إلى س... غاية السادس والعشرين وكذلك مسودة الاتفاق النهائي ستسلم اليوم ما ملامح مسودة الاتفاق النهائي التي ستسلم بسم الله الرحمن الرحيم نحن يعني مؤكد في السودان نستشرف عهد جديد بعد الحراك الذي قادته ثورة ديسمبر المجيدة والمشروع الذي طرحته في البلاد وحدث كثير من التداعيات من الشراكة وفشلها والانقلاب وتعثره والآن تم هذا الاتفاق الاطاري والمجموعات العمل والورش المختلفة التي تفصل القضايا التي تم تحديدها اكتملت القضايا الاربع وحقيقه كانت الورش في قمه النجاح والمشاركه والتقدم بالرؤى والاراء التي تفيد البلاد واهلها وبالتالي ال ال الاتفاق الذي سالت عنه هو يعني ينطلق من ذات الاتفاق الاطاري وينطلق من الاتفاقات وتوصيات الورش المختلفه الرصينه التي اتت والملامح العامة هي تحمل المشروع الإصلاحي الكامل لكل الملفات التي نوقشت من الإصلاح المؤسسي، العدالة الانتقالية، إدارة الاقتصاد، تفكيك التمكين، إنزال إصلاح اتفاقية سيدوبة، وإنزال السلام إلى أرض الواقع. كل هذه القضايا ولذلك الـ 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 يعني ينتظر السودانيون إن شاء الله خيرا كثيرا من هذا الاتفاق لأنه في الحقيقة. لا لا يستجيب ولا يعبر عن مطالب فئه ولا جهه ولا حزب ولا كتله وانما يعبر عن مطالب الشعب السوداني كله ويعبر عن يعني كل ما طمحت له ثورة ديسمبر السيد الصديق تحدثت عن عناوين عريضة نريد بعض التفاصيل حول كل هذه الملفات التي نقشت ذكرت منذ قليل بأن أربع ملفات نقشت الملف الخامس والإصلاح الأمني والعسكري سيبدأ اليوم إن تحدثنا عن اتفاقات السلام والأطراف المعنية بهذه الاتفاقات ما التوصيات التي ستنقل في المسودة التي ستسلم اليوم فيما يتعلق خاصة بالأطراف التي وقعت على اتفاقات السلام سابقا ولكنها الآن تعارض الاتفاق الإطاري والنهائي نعم بالنسبة لتفاصيل القضايا أنا يعني أبدأ مثلا بأول أول ورشة نعم. ورشة تفكيك التمكين يعني حقيقة استفادت من تجربة تفكيك التمكين الماضية بحيث أن مخرجات الورشة وتوصياتها أتت يعني مستجيبة أو مبقية على الإيجابيات التي تحققت وفيها علاج ناجع بتوصيات رصينة جدا جدا لكل السلبيات التي مورست ومنها مثلا أن يكون هناك استئناف على مرحلتين منفصل من اللجنة والرؤية لكفاءة من الذين يعملون باللجنة والارتباط بالقانونية العمل وكثير من القضايا التي فيها إصلاح حقيقة للتجربة وإنضاج لها وهذا ما يفيد السودان السودانيين في النهاية لا. الناس لا يتمسكون بتجربة على أساس إنها يعني يمضون بها يعني بدون أن تمس ولكن كانوا واضحين جميعا في كل الورش أن الاستفادة من التجربة الماضية بإصلاحها وإنضاجها لفائدة السودان والسودانيين سألت عن اتفاقية سلام جوبا وهم وأهم مخرجاتها وأن خاصة الأطراف التي لم توقع أتحدث عن هذه النقطة قبل أن أنتقل للسيد نعم داود نعم نعم الـ 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 الورشه ورشه اتفاق سلام جوبا حقيقه نعم انا اعتقد انها اكملت الناقص في في الاتفاق عندما عقد لانه شاركت فيه حركات مسلحه والحكومه في ذاك الوقت بشقيها العسكري والمدني وتم الاتفاق نعم وكان فيه ايجابيات كثيره وفيه بعض السلبيات وكان الناقص هو تمثيل اهل المناطق والذي قامت به الورشه انه يعني تم استدعاء اهل وحضور اهل المناطق من كل مناطق السلام وكل الذين حضروا والحركات التي حضرت وتحفظت الحركات التي لم تحضر والتي رايها اصلا في الاتفاق وبالتالي نحن نريد للتعديل والانضاج نريد راي الذين لم يشتركوا اصلا وهذا ما تم وانا اعتقد الذين يعني بدون مزايدات وبدون ادعاءات الذين يقرؤون ويطلعون على توصيات الورشة يدركون تماماً أن هذه الورشة عمدت تماماً واستهدفت إنزال السلام إلى الأرض بحيث يستفيد منه أهل السلام ولا نتكلم. دعنا نتحدث مع السيد لامين داود حول هذه ولا النقطة. للكتل ولا أعتقد الحركة. أن السيد داود من المعني كذلك باتفاقات السلام ولكن معني أكثر بمسار الشرق أنتم في سيد داود في جزء من الجبهة الثورية السودانية. أه تعليقكم حول ما. طرح في هذا الاتفاق أو في الورشات العمل المعنية بالاتفاق الإطاري الذي سيتحول لاحقا إلى نهائي أنتم لم تشركوا كذلك في, في, هذا النقاش ولكن على الغالب لديكم بعض الملاحظات طيب مساء الخير عليك ومشاهدي ومستمعي العكارم والشعب السوداني عموما ورمضان كريم رمضان وتفطروا على خير إن شاء الله أول من السرد العزيز الفاضل صديقك ضيفك الكريم هذا السرد الذي سرده لم يجب على الأسئلة المحورية التي سؤلت عليه هنالك أسئلة مباشرة ماذا جنى الشعب السوداني من 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 ورشة تقييم اتفاق جوبا واحد ورشة تقييم اتفاق جوبا آه لم يحضرها الحركات الرئيسية التي قامت عليها الجبهة الثورية السودانية آنذاك عام 2011 وهذا شيء مهم آه الورشة بتعجب لم يحضروها الوسطاء الذين كانوا ضامنين لهذا السلام اللي هو جبهة الوسطاء الورشة بتاعت اتفاق جوبا أيضا لم يحضروها حتى العساكر الذي ينوط ل... ينوط بهم تنفيذ ترتيبات الأمنية فلذلك أنا بفتكر بأنه الورشة دي كانت ما عندها أي فائدة بالنسبة للشعب السوداني ولا كان عندها أي مخرجات في تقديري أنا لأنه الأطراف الرئيسية لهذه الورشة كانوا ما موجودين لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقيم أنت لوحدك كمدني واصحاب الشان يكونوا ما موجودين، الورشه الاخرى ال الورشه التي تتعلق نعم. بقضايا شرق السودان سيد داود قبل ان نتحدث عن شرق السودان ساطرح سؤالي عليك في فيما يتعلق بشرق السودان نعم. ولكن اتفاق السلام كنت سالت منذ نعم. قليل السيد صديق حول مصير هذه الاطراف وانتم معنيون بها وانتم جزء من هذه الاطراف التي كانت موقعه على الاتفاقات نعم. السابقه ولكنها نعم. لم توقع او لم توافق على الاتفاق الإطاري ما محلكم من المرحله المقبله ان استمر المضي في هذا الاتفاق الاطاري الذي سيتحول الى نهائي نحن 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 لسنا قلقون، لا نحن لسنا قلقون الآن من مصيرنا ولكن قلقون شديد من مصير الشعب السوداني والفترة الانتقالية التي تمر بأزمة شديدة جدا جدا بعدم التوافق، الرفاق في إعلان الحرية والتغيير يكررون نفس التجربة لا. التي مضت وانتهت بانقلاب 25 اكتوبر، هنالك كانت الفترة ديك إعلان حرية وتغيير متماسكة ولكن الآن لم توجد إعلان الحرية والتغيير التي نعرفها 아. <laughs> اعلان حريه والتغيير ما بينها متشزية. هنالك لم يكون اجماع للان، حتى الخطابات التي سمعناها اليوم خطابات متناقضه لا, لا لا تمشي في اتجاه اهداف واحد، السيد الرئيس تحدث بصراحه بانه دمج او او القوات المسلحه نعم. لم يسلمها الا لحكومه منتخبه وهذا انا في تقديري هو ايضا شيء عجيب جدا جدا، هو لماذا يوقع اذا كان هنالك لم يسلم هذه السلطة وإلا الحكومة منتخبة والسؤال الذي طارح نفسه إلى يومنا هذا في كل هذه الورش لم نسمع انتخابات ولم نسمع ورشة وقيمة عبر مفوضية انتخابات لتتحدث عن الانتخابات القادمة هناك ورشة عقدت بقضية محورية أيضا اللي هي قضية شرق السودان الورش لم تعقد في 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 الولايات في شرق السودان لم تعقد الورش لأن هنالك الاتفاق اللي طاري بهذه الصورة ما عنده أي قبول في ثلاثة ولايات الرئيسية سواء كان القضارف وكسلة وبورسودان لذلك هم القريب في الأمر تلو توصيات تلو توصيات والورش, والورش لم تقوم في شرق السودان وهذه ايضا تضم لاكذوبة ابريل انا في تقديري لا يمكن باي حال من الاحوال انت تتلو توصيات وهنالك الورش لم تقوم هذه العملية السياسية لم تصمت كثيرا نحن موقفنا ثابت نحن نعم. نرى ككتلة ديمقراطية ان يكون هنالك توافق توافق حتى لو ما كان شامل يكون في توافق نسبي يضم كل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اللي يكون جزء هذا الاتفاق الاطاري هو اتفاق اطاري ما بين مجموعة ثقيلة من المكون المدني والكتله العسكريه التي لم لم تتماسك ما بينها ساعود اليك لاحقا فيما يتعلق بالاجراءات التي ستتخذ من قبل الكتله الديمقراطيه في حال ما وصلت هذه الاطراف الي حل او اتفاق نهائي ولكن اعود مره اخري الي السيد الصديق سيد داود اشار الى هذه الخطابات والرسائل التي كانت بين الجيش السوداني اليوم والدعم السريع كانت لافته حقيقه فهم منها من قبل البعض بانها كانت رسائل متبادله بين الطرفين بعد خلافات كانت واضحه وجاء الحديث كثيرا عنها بين الجيش والدعم السريع حمتي والبرهان حينما نتحدث اليوم عن هذه الورشه الجديده التي ستنطلق اليوم الاصلاح الامني والعسكري نتحدث عن ادماج الدعم السريع داخل الجيش السوداني، هل هناك رؤيه واضحه حول طريقه الادماج وراس المؤسسه العسكريه؟ آه طبعا سؤالك الاخير آه هو موضوع ورشه اليوم. نعم ورشه اليوم اتت الـ الـ تم الاتفاق اصلا في الاتفاق الاطاري على ان يؤسس جيش قومي مهني احترافي واحد الـ 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 وهذا يحتاج لترتيبات واجراءات وجداول زمنيه وهذا كان الاطار الذي اتفق عليه واتفقت عليه جميع الاطراف بما فيها قائد الجيش وقائد الدعم السريع والقوة الموقعه على الاتفاق ورشه اليوم سيد صديق سبقت أه بنقاشات أه انتم أه تعلمون كواليس الخلافات بين الطرفين بين الجيش والدعم السريع قيل بان البرهان طالب بان تدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش ولكن ان تكون القياده واحده اليوم تتحدثون كملامح اوليه عن جيش موحد بقياده واحده ام جيش واحد موحد ولكن بقياده مشتركه بين الدعم السريع والمؤسسه العسكريه او الجيش؟ استاذتنا العزيزه هو عندما يكتمل الدمج يصبح الوضع اصلا في جيش واحد عنده قياده واحده عندما يكتمل ولكن في مسار هذا الاجراءات وعمليه الدمج واجراءاتها هذا موضوع الورشه نعم. الورشة أصلاً إذا كان هذه التفاصيل متفق عليها إجرائياً وفنياً وزمنياً لماذا انعقاد الورشة وتضيع وقت البلاد والعباد في في أربعة أيام من النقاش الفني ولذلك هذا النقاش أتى لأن هذه القضايا يجب أن تبحث من أصحاب المصلحة لأنه ستبحثون كذلك دور قائد الجيش دور المدنيين في الهيكلة ما دوركم في الهيكلة آه طبعاً طبعا هنا في قضيتين ما يتعلق بعلاقه المدنيين والعسكريين هذا مفروغ منه في في تفاصيل الاتفاق السابقه ومتفق عليها بين الاطراف وليست محل خلاف ولا نزاع القضيه الان المطروحه هي مساله الخروج بجيش مهني قومي واحد بدمج كل الحركات والقوات التي تحمل السلاح في مؤسسة واحدة هذه الإجراءات تتطلب فيها إجراءات وفيها أزمنة أنا لا أستطيع أن أقول الآن لأنه ده موضوع الورشة عندما تنتهي الورشة وتأتي مخرجاتها يمكن أن نجيب على هذه الأسئلة لأنه بتكون مبنية لا. على الحوار الذي تم ولكن لو سمحتي أستاذتي العزيزة أريد أن أرجع لأن الأخ الأمين داود نعم. به كان قد سأل سؤالا ماذا استفاد الشعب السوداني من مخرجات باختصار شديد من فضلك جوبا انا جدا انا ابدا بسؤال ماذا استفاد الشعب السوداني من مشاركتهم في انقلاب 25 اكتوبر؟ ماذا جنى منها شعب السودان ولا اهل مناطق السلام؟ الشعب السوداني يستفيد الان حقيقه انه تراجع اتفاقيه السلام ليس لمصلحه الطرف ليس لمصلحه الحريه والتغيير ليس لمصلحه اي جهه وانما لمصلحه السودان واهل مناطق السلام وانا ادعوه للاطلاع على توصيات الورشه، حقيقه بغض النظر عن من حضر ومن غاب توصيات الورشه تخاطب وجدان وقضايا ومصالح ومطالب الشعب السوداني خصوصا في مناطق السلام. الرساله وصلت السيد صديق. دعني اطرح سؤالي الان. تخاطب القضايا. الوقت قصير جدا لنقاش كل النقاط الكثيره حقيقه المطروحه بين الطرفين في في هذه الورش، ولكن دعني اعود الى مساله الجيش والدعم السريع، صراحه. ما مخاوف الجيش السوداني؟ ذكرت منذ قليل بان الملفات او الملف الاصلاح الامني والعسكري نوقش والان سيبدا النقاش الاخر الجدي في هذه الورشه. ما الذي طرحه الجيش؟ نعم الورشه مداولاتها ستطرح انا لا اتكلم عن ما طرح اتحدث الورشة. عن خ... ولكن انا اريد ان أد... سيد صديق دعني اعود مره اخرى معك نعم. للقول بان النقاشات فعلا كانت جارية طوال الاسابيع الماضيه نحن نعلم بالخلاف بين الدعم السريع والجيش السوداني هناك نقاط خلافيه هناك مخاوف من قبل الجيش السوداني فيما يتعلق بادماج الدعم السريع نريد ان نعرف فعلا المخاوف بعناوينها العريضه التي طرحها الجيش العناوين العريضه متعلقه بالاجراءات والازمنه المدى الزمني للدمج المطلوب في تباين بين الموقف الذي يدعو له الجيش والموقف الذي يدعو له الدعم السريع وهذه ماذا تقصد؟ مطروحة ولكن الفيصل في هذا الأمر هو الجانب الفني الإجراءات الفنية التي تتطلب لأن الطرفين متفقين على أنه يتم هذا الدمج بيبقى الإجراءات الفنية وده موضوع الورشة اللي حتطلع به وفي النهاية إنه فنيا نعم. ما تقصد الخلاف عن الصلاة حول الصلاحيات وما هو الزمن المدني هل هذا مطروح كذلك؟ ما هو مساله ابدا ما هو مساله حسب طريقه اجراءات الدمج ومداه الزمني في هذه الاجراءات حسب ما يتفق عليه تتطلب اتفاق على كيف سيكون الامر في المرحله الانتقاليه وهذا محور سؤالك الذي تتحدث عنه الان دعينا نرى ماذا يتفقون عليه في الورشه والمخرجات التي تخرج من الورشه ستنشر كسابقاتها للشعب السوداني وللراي العام ليطلع عليها ليعرف لانه هذه القضيه تهم الشعب السوداني في المقام الاول نعم وتهم المدنيين في امنهم وسلامتهم وتهم استقرار البلاد وتحولها نعم الديمقراطي نعم سننتقل للسيد امين ولكن اخيرا كان البرهان اليوم يتحدث عن اسس ستوضع في هذه الورشات هل هذا يعني بان الورشات فقط ستصل الى خطه او اسس ولكن عملية الإدماج والهيكلة ستكون من صلاحيات الجيش لوحده أو المؤسسة العسكرية لوحدها وباختصار شديد نعم أم لا سيد الصديق بالإجراءات تقوم آه آه بها آه أطراف سيد, سيد الأمين نعم أم لا للسيد الصديق عفوا آه لا ما في إجابة بنعم أو لا لا هي المسألة إنه مسألة إجراءات نعم حسب الإجراءات اللي بيتفق عليها تكون المهام سأعود إلى السيد الأمين داود الآن إذا كنا نستمع اليوم إلى تصريحات السيد الأمين من الجانبين البرهان من جهة وحمتي فهم منها بأنها رسائل متبادلة حينما يقول البرهان نرغب بقوات بعيدة عن السياسة كذلك بأنه كان يتحدث عن قوات مهنية وسلطه منتخبه. حميدتي كان يقول ان الاصلاح الامني ليس نشاطا سياسيا. هل يتوضح بالنسبه لكم الخلاف بين الطرفين؟ هل هو مستمر بحسبكم؟ نعم 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 نعم, نعم. نعم. هذا الاتفاق الاطاري هو الذي اسس الى هذا الخلاف. ضيفك الكريم الان تساليه اسئله واضحه وهو لم يستطع الاجابه عنها، اولا للاجابه الدمج والتسريح وخصوصا قوات الشعب المسلحه والدعم السريع هي مؤسسه قوميه يجب على الجميع ان يتحدث عليها بهذه القوميه، ولكن انا بفتكر بانه في هذه الظروف الحرجه وبهذه الحكومه المجموعه الصغيره لا يمكن باي حال من الاحوال ان يفدي دمج والتسريح لقوات الدعم السريع او اصلاح المؤسسه العسكريه لان اصلاح المؤسسه العسكريه يجب ان يكون عبر فتره زمنيه متكافئه وايضا ان تكون هنالك حكومه شريكه في هذا الاصلاح حتى ما تكون هذه الحكومه هي الرقابه الاساسيه للاصلاح القادم. اما في اما في سؤال الاخ العزيز ماذا جنى الشعب السوداني من انقلاب 25 لا. اكتوبر؟ هذا السؤال اساله لشريك هذا السؤال اساله لشريكك الذي اشتركت معه في الماضي والان ايضا رجعت وتشترك معه، لذلك هذا السؤال هو طارح نفسه يجب ان تسالوه بعد. هذا الاتفاق الاطاري لم يحدث اي تغيير ولكن هذا الاستفاء بهذه الصورة القير واضحة في كل الملفات سواء كان في ملف شرق السودان أو في ملف الـ 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 السلام في السودان أو في ملف في ملف مهم ما يتكلموا فيه هو ملف العدالة العدالة الانتقالية وفي ملف الانتخابات لم يجروا أي أي, أي هم الآن قالوا سلمنا سلمنا اليوم قالوا عن إحنا في في تصريحاتهم بالامس بانه إحنا انتهينا من 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 القراءه الاخيره للاتفاق السياسي واليوم تسلم الساعه 9 ساعة. وفي نفس الوقت هنالك في ورشه بدات اليوم الاصلاح الامني، طيب هم انتهوا من شنو؟ وكيف يكونوا هم انتهوا وفي نفس الوقت هنالك في ورشه اليوم بدات ولم يفهموا فيها شيء. آه، الأخت العزيزة هذا الاتفاق الإطاري هو اتفاق صنع ما بين مجموعة صغيرة اسمها المجلس المركزي وما بين القوى العسكرية سواء كان في الدعم السريع وقوات و و و و و وقوات الشعب المسلحة نعم. آه، هذه الاتفاق اتفاق ناقص لا يلبي طموح الشعب السوداني شكرا. نحن الآن آه، لسنا جزء منه ولا نتحمل نتيجة هذا الاتفاق ومعالاته شكرا جزيلا نعم. لكما من الخرطوم كنت معنا رئيس الجبهه الشعبيه المتحده للتحرير والعداله وعضو اللجنه السياسيه بقوى الحريه والتغيير كتلة الديمقراطيه الامين داوود كما كان معنا كذلك من العاصمه السودانيه صديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الامه القومي وعضو المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير شكرا والاخبار ليله مستمره في بعض الفاصل منظمة إسرائيلية تطلب من المحكمة العليا معاقبة نتنياهو لخرقه اتفاقية تضارب المصالح حتى الآن سقوط خيرسون أمام الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة ما يحدث حتى على الحدود البولندية. مليونين و وخمسين الف دخل الاراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على خمسين. من مدينة ماريوبل قبل اقل من ساعة من الان خذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الانسانية آمنة هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الاسلحة التي اتت من الغرب هذا هو الحصار روسيا تحاصر المدن الكبرى الان ايضا وانا اتحدث اليك اسمع انفجار اخر في هذه اللحظه روسيا بدات تستعمل صواريخ استراتيجيه اسكندر <applause> موضوع واشنطن منذ اليوم الاول لانها استطاعت ان تشكل تحالفات ان كان هناك اي اجراءات اقتصاديه تم اتخاذها مع الصين نشاهد حزمه العقوبات الرابعه الخامسه على الطاوله <applause> نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينا سنة وكم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسرقها الجوع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول أهلا بكم من جديد تتزايد الضغوط السياسية والشعبية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى جاهدا مع ائتلافه الحكومي اليميني المتشدد لتمرير قانون التعديلات القضائيه. في شوارع تل ابيب تعلو اصوات المعارضين وفي حزب نتنياهو تزداد حده الاصوات الغاضبه مع انضمام يولي ايدلشتين النائب عن ليكود الذي يتزعمه نتنياهو ورئيس لجنه العلاقات الخارجيه والدفاع في الكنيسة الاسرائيلي لدعوه اطلقها وزير الدفاع يؤاف غالانت لتعليق التعديلات المقترحه على النظام القضائي. تسببت في جدل وانقسام وأثرت احتمال تقليص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة ومن المقرر أن يطرح مشروع قانون أساسي يمنح ائتلافه الحاكم مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيسة للتصديق على هذا القانون صحيح أن نتنياهو وحلفائه يملكون أغلبية مقاعد الكنيسة ب64 مقعدا من إجمالي المقاعد البالغ عددها 120 لكن وجود معارضة من داخل حزب الليكود ألقى بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد سيجري من الأصل يأتي ذلك فيما طلبت منظمة إسرائيلية معنية بالحكم الرشيد منها المحكمة العليا في إسرائيل طلبت بمعاقبة رئيس الوزراء لخرقه المزعوم لاتفاقية تضارب مصالح تهدف إلى منعه من التعامل مع القضاء في البلاد أثناء محاكمته بتهم الفساد القنبله السياسيه التي القاها وزير الدفاع الاسرائيلي بمعارضته خطه تغيير القضاء واعتبارها خطرا على امن اسرائيل اربكت المشهد السياسي وزادته تعقيدا فعلى الرغم من دعم عدد من نواب الليكود لجالانت سارع نتنياهو للتسريب بانه سيقيله من منصبه ان لم يصوت لصالح خطه تغيير القضاء فيما ينوي الائتلاف طرح قانون السيطره على لجنه القضاه خلال ايام وتنوي تصعيد الاحتجاجات اعتقد ان اذا فعل نتنياهو يقوم بهذه الفعله هذا سيؤدي الي انشقاق كبير داخل حزب الليكود اللافت في المواجهة الحالية بين نتنياهو ووزير دفاعه بانها ساقت مشهدا سرياليا ايضا، فهو يتهم الحكومة بتعريض امن اسرائيل للخطر، فيما يدعو وزير الامن القومي الى اقالة وزير الدفاع الذي تحول الى بطل بعيون المحتجين. كوزير دفاع لدولة اسرائيل، اقول بوضوح ان, أن الشرخ المتعمق في المجتمع الاسرائيلي يتسع ويتغلغل في الجيش واجهزة الامن. وهذا خطر واضح لامن اسرائيل لجنة الدستور البرلمانية أنهت النقاشات والتصويت على تعديل قانون القضاء المتعلق بلجنة تعيين القضاة وقد يتم تشريعه في غضون أيام فيما قدم التماس ضد نتنياهو إلى المحكمة العليا يتهمه بازدراء المحكمة بعد أن أعلن أنه سيتدخل في خطة الإصلاحات القضائية رغم قرار قضائي بمنعه بسبب محاكمته في ثلاث قضايا فساد زياد حلبي الحدث القدس الغربيه ولمناقشه هذا الملف انضم الينا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور، شلومو اهلا بك على شاشه الحدث وفي برنامج الاخوان الليله. اذا الجدل حول هذه التعديلات او الاصلاحات القضائيه مستمر الان ليس في الشارع فقط وانما كذلك في الجيش وفي حزب الليكود حزب رئيس الوزراء نتنياهو. مطالب كثيره، دعوات كثيره داخل هذا الحزب لتاجيل او تعليق التصويت على هذا المشروع الاصلاحات القضائيه، هل ستعلق هذه التعديلات او على الاقل يؤجل التصويت حولها؟ اعتقد وهذا اخر دليل لهذا المساء ان نتنياهو عاقد العزم على الاستمرار في عمليه التشريع خلال هذا الاسبوع حيث نعم. طرح قبل كل الاقتراح على بيني جانتس وعلى رئاسه الدوله بانه سيؤجل تشكيل لجنه اختيار القضاة الى الصيف ولكن وهذا بند من اصل القانون ولكن القانون العام سيتم تشريعه حتى نهاية هذا الأسبوع والمتوقع أن يتم ما بين ليلة الخب... الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أي لا. نتنياهو مستمر ويفضل المدير قدما في المنه... في السياسة التي أعلن بها نذكر هنا بأن إسرائيل منذ أربعة أشهر منهمكة ومنشغلة في هذا الموضوع نعم ولكن ما مدى خطوره الاستمرار في التصويت على هذه التعديلات في ظل هذا الانقسام داخل حزب الليكود وفي ظل كذلك ربما عدم القدره على الوصول الى العدد اللازم لتمرير هذا المشروع اعتقد بان الاكثريه والاغلبيه المطلوبه لاقرار مثل هذا القانون بالاغلبيه العاديه هي نعم. مضمونه فعلا اي المعارضين لمثل هذا القانون ينحصر عددهم هذا المساء باثنين فقط اي الائتلاف الحكومي الذي يضم 64 صوتا قد يتقلص في اكثر الحالات الى 62 صوتا اي حتى اذا تم التصويت على مشاريع قوانين اساسيه التي تتطلب اكثريه مفضله فان هذا نعم. ليس هذا الامر بالنسبه للمشروع القانون المقترح بالاصلاح القضائي فان الاغلبيه مضمونه في كل كلا نتحدث اليوم عن خلافات كثيره داخل حزب الليكود وحتى داخل الحلفاء او تحالفات وزير الدفاع يعاب جالنت حينما طلب بتعليق تمرير هذه التعديلات قوبلت بهجوم من وزير الامن الوطني بن الذي طلب باقالته قال وزير الدفاع وقال انه خضع لابتزاز الفوضويين اذا خلافات كثيره هل هذا هو الجو المناسب او الوضع المناسب للحديث عن تفكك التحالفات وبناء تحالفات جديده ربما حتى تصل الى اسقاط الحكومه ربما ربما هذه امنيه ولكن اعتقد بان الائتلاف الحكومي الحالي لا يزال متماسكا وهو صلب ويتعاونون فيما بينهم القله القليله داخل حزب الليكود هي التي تعارض او تساند وزير الدفاع ولكن كتله الليكود كتله ملتزمه بالطاعه النيابيه اي ستصوت ككتله إلى جانب مشروع القانون هي كما وصفت مساء اليوم بأنها أعضاء هم متطرفون أكثر مما كانت أو امتازت به كتل الليكود في الدورات السابقة للكنيسة ولذلك ليس هناك حدث او امكانيه للانشقاق بل هناك ربما زياده في التطرف، زياده في التمسك، وفي تأييد الرجل القوي الجديد داخل حزب الليكود وهو وزير العدل الحالي ياريف ليفيد الذي يتزعم تشريع القوانين، قوانين الاصلاح. وهو ربما يسيطر على زمام الامور داخل نعم. الكتله داخل الحزب وايضا داخل الحكومه لذلك خلاصه القول نتنياهو قد يفضل يريف لافين وزير العدل والحفاظ على كتله الليكود بدلا من تاييد ومسانده وزير الدفاع. نعم أه... وسط كل هذا الجدل حول الاصلاحات القضائيه ياتي تطور اخر ربما مرتبط كذلك بالاصلاحات المنظمات الاسرائيليه معنيه بالحكم الرشيد تطالب المحكمه العليا بمعاقبه نتنياهو هذا على خلفيه ما يقولون انها تضارب مصالح مرتبطه بتهم الفساد السابقه هل يمكن فعلا معاقبه نتنياهو تفعيل هذه المطالب فعلا اعتقد ان هذا المساء ايضا في رد نتنياهو على التماسات مشابهه لمحكمه العدل العليا قال كلمته مما يدل على احتدام الخلاف والصدام بينه وبين رئاسه الحكومه وبين المحكمه العليا حيث قال بان المحكمه العليا ليس لها الصلاحيه القانونيه في البت بمثل هذه الشؤون وان الشعب او نواب الشعب اي بواسطه تشريع القوانين في الكنيسة قالوا كلمتهم ولم يخولوا بذلك المحكمة العليا بالنسبة للسؤال الوجيه أمام المحكمة العليا معاقبة ثلاث امكانيات في النظر في إصدار الحكم أولا رد الالتماس ثانيا انزال عقوبه الغرامه الماليه او الحبس في ضد نتنياهو اعتقد بان هذا امر مستبعد لي. والامكانيه الثالثه هي ان تدعو المحكمه العليا نتنياهو الالتزام بما هو تعهد به بموجب اتفاق تضارب المصالح اي الكف عن التدخل في شؤون التشريع القضائي وهذا اعتقد ما ستلجا اليه المحكمه في نهايه الامر على كل امامنا مرحله اخرى وحلبه جديده من الصدام بين نتنياهو والمحكمه العليا. شكرا جزيلا لك من القس كنت معنا المحلل السياسي شومو كانور. وإلى ملف آخر الآن إلى الملف اليمني حيث عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا عن إدانتهما للهجمات التي نفذتها ميليشيات الحوثي مؤخرا ونددت السفارة الأمريكية في اليمن بالتصعيد الحوثي وفي تعز ومأرب والذي أسفر عن سقوط ضحايا هذا وطالبت السفارة الحوثيين بالتوقف عن مفاقمة معاناة اليمنيين كما أكدت دعمها للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن وبدوره قال السفير البريطاني في اليمن إن لندن تدين هجمات الحوثيين الأخيرة في تعز ومأرب وشبوة وطلب الحوثيين الكف عن أعمالهم المستفزة وإظهار التزام حقيقي بالسلام في اليمن يأتي ذلك بعد أن حاولت الميليشيات في الأمس اغتيال وزير الدفاع اليمني محسن الدعيلي ومحافظ تعز ونبيل شمسان باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين من مرافقي المحافظة ولمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من لندن محرر الملف اليمني بجريدة الشرق الأوسط بدل قحطاني يسعد أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة التصعيد الحوثي طوال الأيام الماضية ولكن دعنا نبدأ من هذا التطور الأخير الإدانة البريطانية الأمريكية سابقا كان تحدث المجلس مجلس القيادة الرئاسي مع السفير الأمريكي وأوضح طبيعة هذا التصعيد وطالب بدور أمريكي ما الدور المأمول او المتوقع من الولايات المتحده الامريكيه لوقف هذا التصعيد للعوده للمسار السياسي او مسار التفاوض مساء علي، الخير عليك استاذه ساره وعلى الساده المشاهدين اعتقد ان هذا النهج الحوثي هو استمرار للتصعيد الذي تتخذه الجماعه حتى وقت الهدنه وحتى بعد مرحله الهدنه حيث كان هناك نوع من وقف النار غير المعلن من غالبيه الاطراف راينا الحوثيين في وسط الهدنه يهاجمون موانئ النفط ومن من المستغرب انهم كانوا حتى يهاجمون النفط الذي يرد الى اليمن وليس الذي يصدر كما يزعمون الامر الاخر استهداف الشخصيات الحكوميه شخصيه محافظ تعز هذه شخصيه مدنيه خارجه عن الحروب وهي استهداف لعنصر مدني المجرمه قانونيا حتى في حاله وقف اطلاق النار من المعيب على الجماعه ان تقول انها تدعم السلام وانها تدعم الوفاق وتدعم الهدنه وفي المقابل تستمر بالتصعيد واستهداف الشخصيات واستهداف اليمنيين جميعا الشخصيات التي استهدفوها صحيح لها اعتبار وهي شخصيات اعتباريه ووزراء ولكنهم بشكل شبه يومي يؤذون المواطن اليمني البسيط واذا لم يؤذوه مباشره فالغامهم التي زرعوها بلا يعني تحصد الكثير من الضحايا للاسف والقتلى. فهذا استمرار للنهج الحوثي اعتقد ان مساله ربط الحوثيين بايران لا يمكن بسذاجه ان يتم التخلي عنها لمجرد ان الجماعه تصعد في الوقت الذي تكون فيه الظروف السياسيه خصوصا بين ايران والسعوديه على سبيل المثال جيده فهذا من من المهم جدا ان نتطرق اليه ولا ندري هل هو باب هل هو من باب توزيع الادوار وتقسيمها او هي مجرد رساله حوثيه لاننا نعرف ان ايران بكل تاكيد لا تدير الشؤون اليوميه الحوثيه ولكنها تدير قرار الجماعه وقراراتها الحاسمه والمصيريه نعم سأعود إلى هذه النقطة كنت قرأت لك تقول فيه هذا هذا المنشور على تويتر بان تم محاوله حوثيه بالايحاء بان القرار الحوثي منفصل عن ايران ولكن قبل هذه النقطه كنت سالتك في في سؤالي الاول حقيقه سيد بدر عن المواقف البريطانيه والامريكيه وما اهميه هذه المواقف أعتقد هي مواقف مهمة هناك بعض الأصوات اليمنية وهناك بعض الأصوات التي تقول أنها تأتي حتى من باب رفع الكلاف السياسية من المهم جدا أن تتفاعل الدول التي تهتم وتطلع بالملف اليمني وأن تخرج منها هذه الأنواع من الإدانات أعتقد أن ردود الأفعال عندما تكون بالبيانات وهذا مهم دبلوماسيا الأهم أن تكون بالأفعال والافعال هنا نتحدث عن الادراج التي او الملفات الموجوده في ادراج واشنطن هناك الكثير من المصالح الحوثيه خارج اليمن تستطيع واشنطن بكل بساطه ان تلاحقها وان تضغط عليها ضغطا ناعما وان تضعها في قوائم العقوبات وان تجعل حياه الحوثيين اقتصاديا حياه مقيته لان الكثير من شركات النفط والمصالح الاقتصاديه الاخرى للحوثيين يتم تداولها ويتم الاستفاده منها خارج اليمن وهي وسيله ناجحه وناجعه جدا في الضغط على الجماعه وجلبها الى طاوله الحوار ما المصالح التي تتحدث عنها باختصار شديد في هذه النقطه هناك شخصيات قيادية حوثية مثلا المتحدث باسم الجماعة هناك كثير من اليمنيين يتهمونه بأنه يمتلك شركات نعم. النفط الذي يدخل إلى الحديدة وفي مناطق سيطرة الحوثيين أغالبية النفط يأتي من مصالح لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالحوثيين هذا على أقل تقدير وهذا ما نعرفه نحن طبعا نعم سيد بدر هل تحاول الميليشيات الحوثية البحث عن مسار تفاوضي بعيد عن إيران فعلا؟ لا أعتقد أنها تستطيع أن تخرج عن القرار الإيراني الأمور التقنية والأمور اليومية قد لا تكون إيران مباشرة قد يكون هناك مستشارين من حزب الله قد يكون هناك آخر لأننا نعرف أن الحوثيين لا يستطيعون إدارة حتى يعني شركه او حتى مؤسسه ولكن مؤسس تصعيد إيه؟ فما بالك في هذا الوقت بعد اتفاق لاعاده العلاقات بين السعوديه وايران هل هو قرار حوثي لم ارى لم لم ارى الحوثيين توقفوا عن التصعيد ولكن اشكال التصعيد كانت تختلف ومواقعه بين حين واخر اعتقد ان هناك بعض الأمور التي يمكن أن نربطها قد تكون ذكرى عاصفة الحزم قد تكون الصور التي خرج فيها وزير الدفاع وعضو مجلس القيادة طارق صالح في تعز ورفقة المحافظ طبعا الحوثيين بالمناسبة يتكهربون تماما عندما يرون مظاهر الدولة وأشكال الدولة يتم تداولها في وسائل الإعلام لأن هذا يتنافى مع أسلوبهم يتنافى مع البطش رأينا كيف كانت محافظة إب شهد شهدت تشيع جنازة مواطن يمني تحولت إلى أشبه بتظاهرة ضد الحوثيين وكانوا في منطقة يسيطر عليها الحوثيون ومليشياتهم ومقاتليهم ومع ذلك خرج الناس بترديد عبارات ضد الحوثيين وهذا مؤشر بسيط جداً للحنق والغضب اليمني الشديد لدى المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين وهذا دليل أنهم لا يحسنون إدارة المواقع التي سيطروا عليها بالقوة أعتقد أن أفضل... مختصر لهذا كله هو التوجه إلى الهدنة والبدء بعملية سلام مع الحكومة اليمنية لأن الحوثيين اعتقدوا أن الحل العسكري قد ينجح حاولوا مرارا لأكثر من ثمانية عشر شهرا أن يدخلوا أو يقتربوا من مأرب ولم يستطيعوا فبالتالي على الجماعة أن توقن أن الحل العسكري انتهي وولي والان شكرًا وقت الـ الـ السلام والوئام شكرا جزيلا لك. لك كنت معنا محرر الملف اليمني بجريده الشرق الاوسط بدل القحطاني شكرا السلام عليكم دهرا هي تلك التي تمر على السوريين والاتراك. صرخات استغاثه تسللت من بين ركام المنازل التي انهارت على رؤوس ساكينها. الزلزال المدمر بلغت شدته 7.8 درجه على مقياس رختر <applause> حيث لا تزال عيون العالم تراقب ما يجري في تركيا وفي سوريا. ما <applause> كنا نتهيا لمثل هذه الفاجعه. هل هو سباق وصراع مع الزمن هل فعلا متوقع حدوث زلزال ثالث؟ اعتقد اننا نحتاج الى حاله طوارئ حقيقيه الصغيره فيما لا تزال عمليات البحث الجاريه على قدم الوسام وبوتيره متسارعه ان الظروف الجويه القاسيه تعرقل عمليات الانقاذ الكاميرا هي التي سترصد المشهد وتغطيه مستمره لزلزال القاره تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا تغطية خاصة لعمليات الإنقاذ والبحث لحظة بلحظة يا رب يكون حلبات صحيح يا رب في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الالم في كل ثانيه تمر هناك احداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظه ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا دعت حركه النهضه للتظاهر اليوم لاحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. ما هي المعايير التي على اساسها اعطت وزاره الداخليه تراخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات الامن ستكون موجوده لان هناك اطراف غايتها بث الفوضى، غايتها افتعال الازمات. هل نتحدث عن شكل مختلف لهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبه للاحزاب السياسيه؟ ما الذي يحضر لها اتحاد الشغل؟ هذا الناس اللي قاعده تدمر الدوله التونسيه والخونه والعملاء ما عندهمش فكر في اكثر من تحرك احتجاجي اكثر من مظاهره هنا في شارع الحديد بورقيبه للاسف يعني الاتحاد كما قلت حاد عن دوره يعني الى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهه ما مثلا؟ حالة من الاحتقان احتقان دون القدرة على الحسم. عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على اخر. ما يهمنا ان نبقى نقطة تواصلك مع الاحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث. بالدقة والتفاصيل التي تهمك. تقوم بالقرار السليم؟ عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة الحدث أسقطت القوات الحكومية مسيرة أيضا العائلات من التوجه إلى حضار نحن بالفعل نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا وصنع القرار لا يتم في صنعاء ولا في صعدة هل فعلاً المجتمع اليمني على وشك ثورة ضد هذه الميليشيات؟ ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي. ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة. هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية. بعض الدول تريد يطال احمد الصراح لسنا مستعدين ان نرسل ابنائنا الى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثي ثقافه السيد لن تكون هناك ثوره الا من داخل صنعاء نحن في تعز نعيش حاله من الهلع ميليشيات لا تختلف في سلوكها عن جماعات اخرى صنفت ارهابيه لماذا الميليشيات الحوثيه لا السودان يبدأ حسم آخر قضايا الانتقال البرهان يشدد على إعادة بناء الأمن بعيدا عن السياسة وحمتي يدعو لنبذ التجاذبات رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لضغوط إضافية بسبب خطط تغيير القضاء قسامات في حزبه ودعوات لمعاقبته قضائيا ماركوك والاقليات ونسبه التصويت خلافات تعيق الكتل السياسيه العراقيه من تمرير قانون الانتخابات في البرلمان عقارب ساعه لبنان تدور بتوقيت الخلافات السياسيه المدارس تذهب للتوقيت الصيفي والحكومه تجمد اجتماعاتها قبل أن نبدأ بهذا الملف الأول في الأخبار ليلة في ساعة ثانية نشيل هذا الخبر العاجل مراسل الحدث يقول أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير الدفاع من منصبه بسبب معارضته لخطة التعديلات القضائية كنا ناقشنا هذا الملف في نهاية الساعة الثانية إذا وزير الدفاع كان عارض الاستمرار في طرح التعديلات القضائية على التصويت، كان طالب بتجميد التصويت عليها ولكن اذا نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي في رد فعل اولي اقال وزير الدفاع، اذا هذا التطور اللافت سنتابعه بالتاكيد ولكن في ملفنا الاول في الساعه الثانيه من الاخبار الليله، الخلافات على تفاصيل مشروع قانون الانتخابات وفقا لمصالح الكتل السياسيه تقف عائقا امام تمرير القانون بصيغه سانت ليجو الجدليه. وبعد الجلستين في العراق نجحت احداهما في تمرير سبعه بنود من اصل خمس عشره ماده في البرلمان العراقي اليوم جلسه لاستكمال التصويت على بقيه البنود ويعد قانون الانتخابات قضيه خلافيه الى حد ما بين الاحزاب والكتل السياسيه وفي ظل الاختلاف بين الجهات المسيطره على البرلمان التي ترغب بتمرير القانون مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبيه الواسعه ومعها القوى المستقله والتشرينيه والاحزاب الناشئه التي تخشى على مصيرها في ظل رغبه قوى الاطار التنسيقي بالعوده الى نظام الدائره الانتخابيه الواحده بدلا من الدوائر المتعدده هذا كان في الملف الاول المتعلق بالتصويت على تعديلات قانون الانتخابات سنعود لاحقا الى نقاش هذا الملف ولكن مستمرون في التطورات العراقيه وفي ملف اخر للنقاش اقليم كردستان حدد اقليم كردستان العراق الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعدا لانتخاباته البرلمانيه بعد تمديد دورات البرلمان لعام واحد على خلفيه نزاعات سياسيه حول كيفيه تقسيم الدوائر الانتخابيه بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المتحدث باسم رئاسه الاقليم اكد ان الاطراف السياسيه ابدت استعدادها لاجراء الانتخابات بهذا التوقيت لكنه لم يذكر وفق اي قانون ستتم لكن الاغلب انها ستجري في اربعه دوائر كل منها تمثل محافظه من محافظات الاقليم ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان على الحياه السياسيه في اقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني يهيمن على اربيل ويتولى رئاسه الاقليم ورئاسه الحكومه، في المقابل ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهوريه العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني، يلعب البرلمان دورا مهما في الاقليم فهو يمنح الثقه للحكومه ولرئيسها. في البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية ب 45 مقعدا يليه الاتحاد الوطني الكردستاني ب 21 مقعدا ومدد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية ولايتها على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغ ذروتها في التسعينيات مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني غالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة الإقليم من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم ولمناقشة هذا الملف المتعلق بالانتخابات في إقليم كردستان ينضم إلينا من بغداد عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ماجد شانكالي الدكتور ماجد أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة أه على أي أساس حدد موعد هذه الانتخابات في حين الكثير من القضايا لم تحسم قانون الانتخابات يناقش الآن في البرلمان ومفوضية الانتخابات كذلك لم تفعل في البدايه مساء الخير لك ساره ولمشاهديكم الكرام لا بالتاكيد هناك حوارات متواصله بين الحزبين الرئيسيين وخاصه بين مكاتب الانتخابات في قيادات في قيادات الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ووصلوا الى مرحله متقدمه من التفاهمات وما اليوم اعلان يوم 18 نوفمبر موعد لاجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان الا امر واضح بانه هناك نوع كبير من التفاهم حول آلية إجراء الانتخابات لأن كانت العقبة الرئيسية هي الدوائر. كان في السابق نيم كردستان هو دائرة انتخابية واحدة بمجمله. اليوم تم الاتفاق على أن يكون هناك أربع دوائر في أربع محافظات هي إيه إربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة. وكما قلت لك القانون واضح بأنه سيتم في هذه المحافظات حسب القانون السابق. لا أعلم ماذا سيكون تعديل أو غيرها. اذا ما تم إذن ف... مبدئيا الانتخابات وفق القانون السابق على المحافظه ويفوز لحد الان وفق القانون السابق ولكن اذا تم مناقشته في البرلمان وتم تغيير القانون هذا امر طبيعي واعتقد ايضا سيكون بالاتفاق بين الحزبين ولكن الخلاف الرئيسي كان ما. على هل ان الاقليم دائره انتخابيه واحده ام اربع او دوائر متعدده اربع دوائر اليوم تم الاتفاق على ان يكون اربع دوائر وايضا تم الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات هناك نقطه اخرى مهمه جدا وهي تفعيل مفوضيه لا. الانتخابات واعتقد ايضا سيكون هناك تنسيق كبير مع المفوضيه المستقله للانتخابات في بغداد في اجراء هذه الانتخابات نعم إذا ملفان أساسيان خلافيان قانون الانتخابات أول فوضية الانتخابات كذلك التي لم تفعل إن ركزنا على النقطة الأولى قانون الانتخابات تحدثت عن أربع دوائر وهي أربع محافظات في, في إقليم كردستان ما النقاط الأخرى التي كانت خلافية أو التي ما زالت خلافية إلى غاية الآن يعني كما قلت لك في لقاءات متعددة بين الحزبين خاصه بعد زيارات متعدده من جانب امريكا من جانب ايضا منظمات دوليه من جانب الاتحاد الاوروبي حيث كان يضغطان بشكل كبير على اجراء انتخابات برلمانيه في اقليم كردستان للحفاظ على الديمقراطيه التي بدات منذ عام 91 الى الان وبالتاكيد اي تمديد يحصل حقيقه هناك خلل لان مساله الالتزام بالتوقيتات الزمنيه او الدستوريه لاجراء الانتخابات والتداول السلطي السلمي للسلطه هو اهم معايير الديمقراطيه في اي بلد لذلك اعتقد كان هناك حث كبير لاقليم كردستان لاجراء انتخابات في هذا العام واليوم تم الاتفاق على موعد في نهايه هذا العام واعتقد هذا امر مبشر وايضا هذه بادره نعم. ايجابيه على حل الخلافات الاخرى السياسية بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني وأعتقد ما حصل اليوم هو بادرة خير ونية طيبة لحل الخلافات الموجودة بين الحزبين الرئيسيين في مسألة قانون الانتخابات أنتم في الديمقراطي كردستاني تصرون على مسألة الدائرة الواحدة لماذا؟ لا مسألة الدائرة الواحدة الإقليم مسألة الدائرة الواحدة الإقليم كانت سابقا تجرى الأقليم كله كدائرة واحدة وأعتقد هذه مسألة طبيعية جدا لأن اليوم العضو في برلمان الأقليم هو ممثل لكل الأقليم أن تحدد بأنه تجرى وفق المحافظة وكأنه يصبح عضو البرلمان ممثل عن محافظة واحدة اليوم أغلب الدول التي تعمل وفق نظام التمثيل النسبي لأن هناك إما الدائرة دوائر المتعددة الفردية أو التمثيل النسبي التمثيل النسبي دائما ما يكون على مستوى البلد بأجمعه لكي يكون النائب ممثل للجميع وتحدد نسبة بأنه الأحزاب التي لا تحصل على هذه النسبة من الجمهور أو الأصوات لا يمكنها المشاركة في البرلمان لذلك أعتقد اليوم تم الاتفاق وعبور هذه المرحلة على أربع محافظات والحزب الديمقراطي الكردستاني حزب كبير أعتقد لا يهمه سوى كان دائرة واحدة أو أربع دوائر مع أن الكل يبحث عن مصلحته قد نكون نرى بأنه في أن تكون اقليم كله دائره واحده افضل لنا، ولكن عندما يكون هناك ايضا تفاهم مع الشركاء في اداره الاقليم على اربع دوائر هذا ايضا لا ضير فيه. نعم ولكن هنا دعني اطرح وجهه نظر ربما تنتقدكم في هذه المساله، تقول ان الحزبين الكبيرين في اقليم كردستان الديمقراطيه والاتحاد يرغبان في, في مساله الدائره الواحده لان الدوائر المتعدده تمنح الاحزاب الاخرى حتى الاصغر فرصه الحصول على بعض الاصوات مثل الاحزاب الاسلاميه في في الاقليم. لا بالعكس هذه مساله اخرى انا في اعتقادي وكمتابع وكسياسي واتابع هذا الامر عندما تقسم الاقليم الى دوائر فرصه الاحزاب الصغيره تكون اقل. على مستوى الاقليم هذه الاحزاب الصغيره ستحصل على اصوات في كل المحافظات ستجمع يمكن له الحصول على مقاعد ولكن عندما يكون على مستوى المحافظه سيحصل على عدد اقل من الاصوات وقد لا يدخل ضمن البرلمان ولكن هناك امر واحد بانه اليوم عندما تكون كل الاحزاب تريد ان تكون دوائر متعدده فعليك ان تؤمن بان مستقبل الاقليم مهم جدا لذلك نحن يا. اتفقنا مع الاخوه في الاتحاد الوطني وايضا مع الشركاء الاخرين بالمضي بالعمليه الانتخابيه وهذا هو الاهم وسنرى النتائج وانا اعتقد بان النتائج لن تختلف كثيرا وبالعكس عندما تقسم اي جهه سواء كان اقليم كردستان او الدوله او العراق او غيرها الى دوائر متعدده هذا في صالح الاحزاب الكبيره الاحزاب كبيرة دائما هي الأكثر تنظيما وستجمع الأصوات أينما كان سواء في دائرة واحدة أو دوائر متعددة نعم. ولكن الأحزاب الصغيرة عندما تكون دائرة واحدة ستجمع من كل المحافظات ولكن عندما تكون في محافظة واحدة ستحصل على عدد أقل من الأصوات. نعم في النقطة الأخيرة المتعلقة بتفعيل مفوضية الانتخابات الخاصة بالإقليم آه هي لم تفعل إلى غاية الآن فيما تتحدثون عن موعد إجراء الانتخابات آه هل هناك رؤية واضحة؟ حول هذه المساله لا مفاضيه الانتخابات في الاقليم موجوده ولديها هيكليه ولديها برنامج متكامل ما نراه الان بانه برلمان الاقليم فقط يعمل على تفعيل هذه المفوضيه لاجراء الانتخابات المقبله في الموعد الذي تم تحديده وكما قلت لك في البدايه في هذه الانتخابات ايضا سيكون هناك امر مهم جدا سيكون هناك تنسيق كبير مع مفوضيه الانتخابات في بغداد خاصه حول سجل الناخبين وايضا البطاقه البيومتريه طويله الامد لذلك اعتقد بان اجراء الانتخابات سيكون سهل خاصة وان هناك دعم دولي كبير لاجراء هذه الانتخابات واعتقد هذا الدعم الدولي ايضا سيكون له دور كبير في دعم العمليه الانتخابيه في اقليم كردستان كما تحدث اليوم السيد رئيس الاقليم الجرفان البرزاني. شكرا جزيلا لك من بغداد كنت معنا عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور مارد شنكالي شكرا جزيلا لك. وبالعودة الآن إلى ملف التعديلات على قانون الانتخابات والجدل خارج مبنى البرلمان وداخل مبنى البرلمان كذلك إذا ينضم إلينا من مقر البرلمان العراقي مراسل الحدث سامر الكوبيسي سامر أهلا بك سامر معارضون لهذه التعديلات في الخارج كنا تابعنا مساء النور سامر كنا تابعنا معك منذ مساء أمس المساعي لعقد جلسة ولكن لم تعقد فشلت المساعي اليوم على الساعة الثامنة ونصف بتوقيت العراق كذلك جلسة أخرى لبحث هذه التعديلات على قانون الانتخابات المعارضون هل نجحوا في حشد أعداد أكبر خارج مبنى البرلمان للتظاهر ضد القانون أو ضد التعديلات؟ فعلا سار على ما يبدو ان الخلافات مستمره داخل مجلس النواب وتحديدا داخل ائتلاف اداره الدوله وهي الكتله الاكبر داخل البرلمان بنحو 250 الى 270 نائب اي بمعنى اذا ما اتفقت هذه الكتل المنضويه تحت هذا الائتلاف سيكون تمرير التعديلات باغلبيه وسيمضي هذا الموضوع بسهوله لكن على ما يبدو الخلافات نستطيع ان نجوز نجز هذه الخلافات بثلاث مشاكل حتى لحظه لم يتم الاتفاق عليها بدءا بكركوك اضافه الى الكوتا الخاصه بالاقليات وكوتا النساء لا. ايضا نسبه يعني التصويت بسانت ليجو هل هي 1.9 او 1.7 او 1.4 الى الان لم يتم الاتفاق بشكل نهائي لكن على ما يبدو بحسب مصادر الحدث تتحدث عن ان اتفاق مبدئي على 1.7 كنسبه بقانون سانت ليجو ايضا فيما يخص الرافضين لهذا القانون على ما يبدو ان الرفض ما زال مستمرا لكن ربما لن يكون عقبه في حال اتفاق جميع الكتل السياسيه المنضويه تحت ائتلاف اداره الدوله اما فيما يخص المظاهرات لا يوجد اي تظاهرات الان خارج مبنى البرلمان التظاهرات كانت يوم امس والايام التي سبقتها لكن بحسب ما سمعنا من المتظاهرين منذ يوم أمس بأنه سيكون هناك تصعيد على مستوى المحافظات تحديدا المحافظة الجنوبية وكذلك العاصمة بغداد فيما لو تم التصويت على هذه التعديلات والتي بحسب رأي المتظاهرين وحتى الرافضين من داخل مجلس النواب المتمثلين بالنواب المستقلين والكتل الناشئة بأن قانون سانت ليغو سيعطي الأريحية للكتل الكبيرة وبالتالي إعادتها إلى المشهد وتتسيد المشهد لا. من جديد من دون صحيح. صعود الكتل السياسية الناشئة والجديدة والشخصيات المستقلة سامر ذكرت النقاط الخلافية المستمرة إلى غاية الآن كوتة الأقليات النساء كركوك ونسبة التصويت بحسب سانت ليجو 1.7 أو 1.4 المطروحة سابقا ما الخلاف أو النقاط الأساسية في الخلاف حول كركوك وكوتة النساء والأقليات سرى هناك تخوف من قبل القومية العربية والقومية التركمانية من أن يستفاد من هذا القانون يعني السياسة أو البيت السياسي كركوك, كركوك وبالتالي هناك خشية من عودة نعم نعم هناك خشيه من عوده كركوك الى الحضن الكردي كما يرى طبعا النواب العرب والنواب التركمان وهناك خشيه ايضا من النواب الكرد او البيت السياسي الكردي المتمثل بالاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني خشيه من ان يتسيد العرب والتركمان الاكثريه من خلال مقاعد مجالس المحافظات او حتى مجالس او مجلس النواب في الانتخابات النيابيه يضاف الى كل ذلك هناك خلافات على الاقليات الكوتا النسائيه وكذلك حتى الاقليات المتمثله بالمسيح والصابئه وكذلك النواب الكرد الفيليه في محافظه واسط ومحافظه بغداد ومحافظه ديالى. نعم سامي في سؤال الاخير ننتظر معك اذا عقد هذه الجلسه، هل هناك اي معلومات حول ان امكانيه عقدها فعلا على عكس السيناريو الذي كان امس؟ ساره نتحدث عن تاجيل لمده ساعه حتى الان على ما يبدو ان لا اتفاق حقيقي حتى الساعه ربما سيكون اتفاق ربما على بعض الفقرات هناك ثمان فقرات تنتظر التصويت عليها بالتعديلات على ما يبدو هناك اتفاق على اه ثلاث او اربع مواد حتى الساعه وسيكون هناك ربما جلسات اخرى في قادم الايام لاستكمال التعديلات، لكن الى الان اجواء يعني اجواء الجلسه لا توجد كما كان سابقا ان كان على مستوى امس او حتى الايام الماضيه، لكن المتغيرات والسيناريوهات قادمه في اي لحظه، ربما يحدث هناك تغيير في الاتفاقات وتعود الكتل السياسيه والنواب الى داخل مجلس النواب ويتم التصويت، لكن الى هذه اللحظه لم يقرأ جرس الجلسة المعتاد قبل أي جلسة يقرأ الجرس هنا ويذهب النواب إلى القاعة للتصويت على القوانين والتعديلات ونتابع معك أي تطورات وتفاصيل جديدة من مقال البرلمان العراقي كنت معنا مراسل حدث سامي الكوبيسي إذا مثل ما ذكرنا منذ قليل أربع ملفات أساسية هي الملفات الخلافية التي ما زالت بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي عائق أمام حسم بقية بنود مشروع قانون الانتخابات المقترح الوضعية القانونية لمحافظة كركوك هي أبرز الخلافات فللمحافظة خصوصية فيتضم ثلاث قوميات رئيسية فيما يخشى العرب والتركمان من سيطرة كردية على المحافظة يسعى الأكراد القومية الثالثة إلى استعادة وضعهم في المحافظة كما كان عليه الحال في السابق أي قبل قرار ضم المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد بعدما كانت تنتمي إلى إقليم كردستان مع العلم ان محافظه كركوك ستكون من حصه الاكراد في حال التصويت على قانون الانتخابات بصيغتها الحاليه. ناهيك عن بعض الاصوات الكرديه التي تقول ان الحدود المرسومه حاليا للمحافظه ليست هي الحدود الحقيقيه السابقه لها بينما تصر الاداره الحاكمه في المحافظه على الابقاء عليها كما هي وسط رفض مستمر من الاكراد. الخلاف الثاني الاخر يتمثل في كيفية تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات والانتخابات النيابية على سبيل المثال هناك مطلب بالتعامل مع المترشحين المسيحيين وفق مبدأ الدائرة الواحدة أي أن الناخب المسيحي سيصوت فقط للمترشح عن محافظته ولن يكون له الحق في التصويت لمترشح من محافظة أخرى الخلاف الآخر الثالث الذي ما زال قائما حول هذا القانون هو نسبة التصويت 1.4 او 1.7 او حتى 1.9%. هنا تؤكد مصادر الحدث ان نسبة 1.7% هي الأقرب للتوافق بين الكتل السياسية. كما ان الخلاف محتدم فيما يتعلق بنظام الكوتا النسائية. فبينما يطالب البعض باستثناء المترشحة الفائزة بأعلى نسبة من الأصوات من الكوتا، يصر آخرون على أن القانون أعطى نسبة 25% من المقاعد سواء فازت بالأصوات أم لم تفز، وبالتالي لا علاقة لحصة المترشحة من الكوتا بفوزها بأعلى نسبة من الأصوات. على كل حال هذه الخلافات هي خلافات داخل ائتلاف إدارة الدولة، يقابلها أيضاً رفض قاطع من النواب المستقلين والكتل السياسية الناشئة التي وصلت البرلمان بقانون الدوائر المتعددة. في انتظار هذه الجلسه البرلمانيه لحسم النقاط الاخرى او البنود الاخرى المتبقيه في التعديلات حول قانون الانتخابات لمناقشه كل ما يجري الان في العراق سياسيا حول هذه التعديلات في قانون الانتخابات من بغداد انضم الينا عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شروان الدبرتاني. السيد شروان اهلا بك على شاشه الحدث وفي برنامج الاخبار الليله. آه كنا ذكرنا منذ قليل مع مراسلنا ومع تقرير آه بعد ذلك الملفات الخلافية داخل البرلمان الآن الكوتة النسائية كوتة الأقليات كركوك ووضع هذه المحافظة بالإضافة إلى النقطة الأخيرة هي نسبة التصويت ونقصد 1.7 أو 1.4 أو حتى 1.9 آه هل هي النقاط الوحيدة المتبقية الآن خلافية أم هناك نقاط أخرى يمكن أن تذكر؟ مساء الخير رمضان مبارك عليكم وعلى مشاهدينا في الحدث العربية طبعا لحد هذه اللحظة لم تعقد الجلسة اللي كان مقرر أن تكون في الساعة الثامنة والنصف نعم. الخلافات مستمرة بثلاث نقاط رئيسية هي مسألة كركوك ومسألة المكونات دائرة الأخوة المسيحيين على مستوى العراق أو مستوى المحافظات كما جاء في قرار محكمة الاتحاد أن تكون مكونات معيار واحد كما طلبها الاخوه الكرد الازيديه والكرد الشبك ان تكون المحافظه دائره واحده عكس ما يطلبه الاخوه المسيحيين ان يكون التصويت او المقاعد على مستوى العراق كما طالبه الاخوه الصابئه تم الاتفاق ان يستثنى الاخوه الصابئه على ان يكون العراق دائره واحده لكن لحد الان الخلاف مع الاخوه المسيحيين وصلنا الى شبه اتفاق ان يكون مقعد اربيل ومقعد دهوك ضمن المحافظه ومحافظات الثلاثة الأخرى نينوى وكركوك وبغداد تكون على مستوى العراق ولحد هذه اللحظة أيضا لم تحسم هذا الـ الـ الاتفاق لا. بين الأخوة المسيحيين إضافة إلى مسألة كركوك أيضا لحد الآن لم نوصل اتفاق نهائي على مشكلة سجل الناخبين والتصويت يعني إضافة إلى مشكلة نازحين تصويت في إقليم كردستان لا. أيضا هناك طلب من بعض النواب ب عدم قبول تصويت النازحين خارج المخيمات اقليم كردستان بالتصويت لصالح محافظاتهم، التصويت فقط الى النازحين منهم داخل المخيمات وهذا ما نرفضه نحن لان هناك بعض المناطق لا تزال وجود قوات عسكريه لا يمكن عوده او ميليشيات او قوات غير عراقيه في تلك المناطق لا يمكن عودتهم او التصويت ضمن مناطقهم، الجميع النازحون هم مسجنون في سجلات وزارة الهجرة ومهجرين ولديهم بطائق وتم تصويتهم في الانتخابات السابقة ضمن الدوائر الانتخابية التي هم نزحوا منها مثل نينوى أو صلاح الدين أو بابل أو الأنبار أو حتى في محافظات الأخرى كركوك وديالا سأعود إلى كل هذه النقاط التي ذكرتها على ما أعتقد ذكرت أربع نقاط أو ثلاث نقاط فقط الرابعة التي كنا نعتقد بأنها ما زالت خلافية هي نسبة التصويت أو نسبة الحسم 1.7 أه، هل هذا الرقم الاخير المتفق يعني حوله؟ يعني اريد اوضح نسبه 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 الكوتا أي حتى اوضح النقطتين اللي ذكرتي كوتا النساء اضافه الى 1.7 او 1.9 الائتلاف اداره الدوله اتفق وتم التصويت على ان يكون سانت ليغو 1.7 مشكله نعم. اخرى للكوت النساء اعتقد هناك قرار لمحكمه الاتحاديه يعني يعتبر فوز المرأة هي بأصواتها أو بكوتها هي تأخذ استحقاق الكوتا وهذا الموضوع قرار محكمة الاتحادية هي ملزمة وبات يعني نتحدث عن نسبة 25% لن تتغير سواء فازت أو لم تفز بالضبط 25% في حال أن فازت بأصواتها وصعد أخرى أيضا بأصواتها هذا مسألة طبيعية لا يقل عن 25% لكن لا تحسب من صعد بصوتها ان تكون هي ضمن الفائزين اسوة بالرجال وتبقى الكوته وتصعد مره اخرى هذا قرار محكمه الاتحادية لا يمكن ان نتجاوز عن قرار المحكمه الاتحاديه فمساله الكوته المراه انتهت هذه المشكله الأمام لدينا ثلاثه مشاكل لغرض دخول قاعه المجلس النواب والتصويت على القانون بالكامل اريد ان نفهم هذه النقطه حتى وان فازت فهي ستحسب ضمن ال25% لن تحسب خارج ال25% الفائزه نعم نعم فيما يتعلق بالنقطة الخلافية الأخرى ك... 25% إن فازت نعم 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 سي شروان اخر 25% هناك من من تفوز يعني في أي محافظة في قوائم الأخرى أكثر من 25% لا إشكال لكن لا لا تكون أقل من 25% فإن فازت بصوتها فكانت هي تمثل الكوتا إن لم تفز بصوتها فتؤخذ من القوائم أعلى الأصوات الفائزة ضمن القائمة الانتخابية التي تمثل المرأة الكويتية نسبة 25% ماذا عن كركوك؟ هي يعني نقطة خلافية بارزة بين جميع المكونات داخل هذه المحافظة التركمان العرب الأكراد كيف سيتم احتساب الأصوات داخل كركوك؟ يعني اليوم يعني احنا نستغرب من نخوة في كركوك يعني بعد إجراء خمس انتخابات لمجلس النواب الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة واليوم نحن في الدورة الخامسة على نفس السجلات وسجل الناخبين المعمول بها في محافظة كركوك اليوم استجد بأن هناك رفض من الأخوة التركمان أو العرب وأيضا نحن لدينا ملاحظات العودة إلى إحصاء 57 التغيير الديموغرافي استقطاع أغذية من كردستانية كركوك تعريب كركوك والجميع علم هذا يعني لا. اليوم نصل مع الأخوة العرب والتركمان إلى حل وسط ما بين بين الأطراف لأن يعني هناك بعد خيانة 16 أكتوبر 2017 هناك تجاوزات وهناك تعريب آخر من قبل محافظ كركوك لمناطق كردستانية داخل محافظ كركوك إضافة إلى استيلاء على أراضي تعود إلى الكرد بعد النزوحين بعد خيانة 16 أكتوبر 2017 اذا انتم ترفضون الماده وثلاثين. التركمان والعرب يرفضون ازاله هذه الماده من القانون نعم نحن نرفض يعني نعم. لا يعني لم يبقى وجود للماده 35 او عمل بالماده 35 لأن يعني اليوم احنا خمس انتخابات على مستوى مجلس النواب اجريت في محافظه كركوك وفي محافظات اخرى اليوم تم التصويت من قبل اللجنه القانونيه والكتل نعم. السياسيه على المواد المتفق عليها ومرر هذا القانون قبل ايام اليوم تفاجانا يعني يوم قبل يومين بوجود بعض او الخلافات او وجود اصوات من هنا وهناك مساله النازحين مساله الكوتا مساله كركوك تم الاتفاق بالكامل وتم الاتفاق مع الاخوه نعم. المكونات بان تكون لكل محافظه دائره واحده على مستوى العراق أه بالإشارة فقط المادة الخامسة والثلاثين هي المعنية بالتدقيق سجلات الناخبين في أنتم كديمقراطي تؤيدون في نعم في كركوك أنتم كديمقراطي تؤيدون هذه التعديلات المطروحة اليوم ولكن هناك جبهة معارضة بعض المستقلين التيار الصدري غير واضح إلى غاية الآن إن كان سيلجأ إلى الشارع مرة أخرى في معارضته لهذه التعديلات ولكن تمرير القانون ألا يعني بحسبكم أنكم تستفزون الجانب المعارض لهذه التعديلات للذهاب إلى الشارع؟ سيدي أساس قانون 12 لسنة 2018 في الدورة الرابعة تم تعديل هذا القانون بوجود ائتلافين الإصلاح اللي كان يقوده سائرون التيار الصدري والبناء إطار إطار حالياً وكان ايضا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والكتل الكردستانيه ما بين التحالفين. هذا القانون اليوم كان 1.9 بالاساس نعم. في التعديل الثاني لعام 2018 وكان ايضا وجود لتصويت للنازحين في اماكن تواجدهم، هناك قرار المحكمه الاتحاديه، مساله شهاده البكالوريوس 20% الاعداديه، معظم هذه اليوم تم نقله او بقائه في تلك القانون بتغييرات بسيطة بسبب دخول قانون جديد هو قانون مس النواب وإلغاء قانون تسعة لمس النواب لعام 2020 هذا ما استجدت اليوم لا. حكومة سيد عادل عبد المهدي في عام 2019 أعلن عن يوم 4-4-2020 موعد انتخابات مجالس المحافظات لكن بسبب تشرين وجائحة كورونا تم تأجيل انتخابات مجالس المحافظة على قانون تعديل الثاني اللي هي رقم 12 لسنة 18 اليوم نحن في التعديل الثالث لنفس القانون يعني اليوم عندما تم التصويت على سانت ليغو 1.7 كان قبل الأساس هذا القانون هو 1.9 إذا ترجعين على أصل القانون نعم. لسنة 2018 تعديل الثاني فالمشكلة الحقيقية اليوم دخول قانون مجلس النواب مع قانون مجالس المحافظة والأغذية في قانون واحد أن يكون كل هذه المواد تشمل انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاغذيه هي كانت احنا اساسا كحزب الديمقراطي مع ان تكون مجالس المحافظات هي دوائر متعدده بكل تاكيد واخر اجتماع مع فخامته الرئيس مسعود بارزاني وجه وامر بان لا نقصي ولا نهمش اي جهه مهما كانت داخل البرلمان خارج البرلمان المكونات غير المكونات احزاب الناشئه ولو كان حتى على حساب حزب الديمقراطي الكردستاني اليوم حزب الديمقراطي منفتح على جميع الاخوه الكتل السياسيه وحتى المستقلين وغير المستقلين وحتى مع الاخوه في التيار الصدري لا نريد ان يكون هناك اقصاء لاي جهه مهما كانت شكرا جزيلا لك من بغداد كنت مع عضو مجلس النواب العراقي عن حزب الديمقراطي الكردستاني النائب شروان الدوبرداني شكرا والى الملف الروسي الاوكراني الان حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده ستنشر اسلحه نوويه في بيلاروسيا المجاوره في خطوه من شانها ان تزيد من منسوب التوتر الدولي الذي نجم عن اندلاع الحرب في اوكرانيا منذ فبراير 2022. الحرب الاوكرانيه على شفا ان تتحول الى مركز انطلاق معركه نوويه حقيقيه بين روسيا من جهه وحلف شمال الاطلسي من جهه اخرى. وفي احدث سيناريوهات التصعيد انضمت بيلاروسيا حليفه موسكو الى هذا الجدل الذي بات يقلق العالم بعد موافقتها على استضافه اسلحه نوويه تكتيكيه من روسيا. وبحلول يوليو سيكون لموسكو منشاه تخزين كامله لاسلحه الرعب في هذا البلد المجاور وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تاتي هذه الخطوه ردا على اعتزام المملكه المتحده لتزويد كييف باسلحه تحتوي على اليورانيوم المنضب وهو ما تعهدت موسكو بالرد عليه وفي خضم التهديدات المتصاعده بين موسكو ولندن اكد بوتين ان بلاده لا تنتهك اي التزامات دوليه بشان منع انتشار الاسلحه النوويه رغم تجميد مشاركتها في معاهده نيو ستارت التصريحات والاتهامات المتبادله اعقبتها تحركات حيث قامت روسيا بالفعل بنقل عشر طائرات قادره على حمل اسلحه نوويه الى بيلاروسيا فيما يقول الخبراء انها الرساله النوويه الاكثر وضوحا منذ بدايه الحرب الاوكرانيه لكن على الرغم من كل التكهنات الذائعه حتى الان فان الولايات المتحده القوه النوويه العظمى الاخرى ردت بحذر على تصريح بوتين حيث قال مسؤول كبير في اداره بايدن انه لا توجد مؤشرات على ان موسكو تخطط لاستخدام اسلحتها النوويه ما فتح المجال لاستنتاج ان ما ستنشره روسيا لدى جارتها هي اسلحه نوويه تكتيكيه مثل القنابل الصغيره والرؤوس الحربيه محدوده المدى وطلقات المدفعيه وكلها تستخدم لتحقيق مكاسب محدده في ساحه المعركه وليست من نوع القنابل الذريه التي تتسبب في القضاء على مدن كامله بزرعها ونسلها ومن واشنطن يضم الينا لمناقشه هذه التطورات ريتشارد وايتس مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد هاسن. السيد ريتشارد اهلا بك على شاشه الحدث وفي برنامج الاخبار الليله. اذا اوكرانيا تتحدث عن ابتزاز وتقصد هنا التهديدات الروسيه بنشر هذه الاسلحه النوويه. في المقابل روسيا تقول ان هذا الامر عادي واشنطن منذ عقود تقوم بهذه المساله. بصرف النظر عن المسمى اجتماع طارئ في مجلس الامن يتعلق بهذه التهديدات الروسيه، ما الذي يمكن ان يخرج من هذا الاجتماع؟ نعم، ما يبدو عليه الوضع هو ان الروس يحاولون ان يهددوا ليس الاوكرانيين فقط بل دول اوروبا الثانيه بهذه الاسلحه النوويه فبالتالي فالحلفاء سيكون لهم تصريح قوي بانهم لن يخضعوا لاي تهديد وبالتالي فروسيا حتى قبل اربع أيام قالت إنها لن تقوم بمثل هذه المناورة بوضع السلاح النووي بدول, بدول أخرى وبالتالي الآن تراجعت عن هذا التصريح واشنطن تقول أنها لا ترى فعل المؤشرات على إمكانية استخدام هذا السلاح وإن كانت روسيا تتحدث عن نشرها للأسلحة النووية في بيلاروسيا هل فعلا يمكن القول بأن روسيا لن تستخدمها وإن نشرت هذه الأسلحة فعلا ليس في أوكرانيا فقط كانوا يتحدثون عن مسألة السلاح النووي لمدة ولكنهم لن يستخدمونه في على هدف محدد ككييف مثلا فهو ليس باستخدامه بل هو تهديد لمجرد تخويف السكان نعود الى مساله مجلس الامن الذي اوكرانيا تدعوه لجلسه طارئه هل ننتظر الكثير من هذه الجلسه؟ ليس بالواقع كان هناك مئة اجتماع عن أوكرانيا في مجلس الأمن لكن روسيا دائما تردد بالغرب والغرب. أوكرانيا تتحدث ضد روسيا والصين تكون دائما في الوسط مجلس الأمن ليس مفيدا عندما يكون الدول دائمة العضوية تقف ضد بعض فهذا وضع ليس مناسب بل هي مفيدة مسألة مجلس الأمن إذا كان توافق بين الدول دائمة العضوية نعم على الغالب السيد ريتشارد استمعت إلى تبريرات الجانب الروسي لنشر هذه الأسلحة في بيلاروسيا يقول الروس ويقول بوتين تحديدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذا الفعل منذ عقود هل يبدو هذا مفهوما او منطقيا الولايات المتحده قامت بذلك للحيلوله دون دول كالمانيا او تركيا للحصول على سلاحها النووي وبالتالي هذه اسلحه موجوده وبيلاروسيا لن تحصل على سلاحها النووي لكن من المفيد المفو... لامريكا ان تكون لها سلاحا في اوروبا اما في حاله روسيا وروسيا البيضاء اعتقد ان الموضوع مختلف وهناك مخاطره فهو يسهل الهجوم على هذه الدول واستهدافها لانها قريبه من النيتو كل المساله وكل تصميمها هو مجرد تخويف للغرب. شكرا جزيلا لك من واشنطن كنت معنا مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد هاستون شكرا والى ملف اخر الان للنقاش استيقظ لبنان اليوم على توقيتين مختلفين وسط خلاف متصاعد بين السلطات السياسيه حول قرار تمديد العمل بتوقيت الشتوي لمده شهر وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب قراراً بتقديم التوقيت ساعة اعتباراً من العشرين من أبريل بدلاً من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس كما جرت العادة في لبنان وأوروبا ومناطق أخرى، لكن جهات سياسية عدة عارضت القرار ولم تلتزم به متذرعة بأسباب سياسية وطائفية، الأمر الذي دفع الحكومة لوقف اجتماعاتها. ومن جهتي أشعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس مواقع التواصل الاجتماعي حينما اعتبر أن الملتزمين بالعمل بالتوقيت الشتوي متخلفين ورجعيين بحسب تعبيره بكرة مرة جديدة تيار الوطن الحر يلي هن مدعوين للمؤتمر بكرة الكوادر والمسؤولين الأساسيين ننطرون على موعد تليفوننا وساعتنا الساعة عشرة الصبح هون بالحبتور لأنه نحن بنمشي على توقيتنا وعلى الوقت العالمي منمشي على وقت المتطورين المتقدمين مش على وقت المتخلفين والرجعيين بدك تشوف شو هذا في المافيات عنا بلد مقسوم بلد بدنكيات عم تطلع براسنا يا للاسف لانه قرار مش مزبوط ومنه مش قانوني ونحن كل اشغالنا مرتبطه مع برا يعني سو ما في غير هلا انا مثلا شغلي حيكون على التوقيت تبع المزرعه والجامعه تبعي هي حسب التوقيت العالمي حياتنا معهم بالقلب ماشية مع السياسه للاخر يعني أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي في بياننا الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية والمدارس والجامعات ياتي هذا البيان في ظل انقسام حاد تعيشه البلاد علي خلفيه قرار الحكومه بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي الي ما بعد شهر رمضان المبارك وللمزيد من التفاصيل والمعلومات تنضم إلينا من بيروت مراسلة الحدث ناهد يوسف ناهد أهلا بك ناهد أنت في العاصمة اللبنانية أهلا بيروت. أهلا. بيروت لا أعلم تحديدا أين في بيروت ولكن بداية وفق أي توقيت المنطقة التي أنت متواجدة فيها الآن الصيفية أم ما زالت فيها الشتوي؟ نعم سارة يعني أعتذر لكن هذا الموضوع نضحك عليه منذ يوم أمس يعني لا يمكن يعني عدم التوقف على سخرية هذا الموضوع أنا تحديدا الآن في وسط بيروت في المنطقة التي تفصل بين الجميزة وساحة الشهداء إذا أردنا معرفة الساعة سارة يمكن أن نخطو خطوة أو خطوتين إلى يمينه وعندها تكون الساعة لدي تحديدا العاشرة إلا ربع مساء أما إذا اتجهت خطوتين الى الجهه الاخرى اي جهه ساحه الشهداء فالساعه تكون التاسعه الا ربع، يعني شارع واحد ساره يفصل بين توقيتين، تسعه الا ربع والعاشره الا ربع، هكذا اصبحت اصبح عليه لبنان، يعني كل منطقه حسب الفرز الطائفي، حسب الفرز المناطق الذي نتج عن هذا القرار، لذلك باتت كل منطقه لها توقيتها وهذا هذه حاله الضياع الكبيره التي سيشهدها اللبنانيون او بتنا نعيشها من اليوم ولكن ستتضح معالمها اكثر يوم غد مع بدء عوده العمل الى المؤسسات، مؤسسات تلتزم بالتوقيت الشتوي ومؤسسات اخرى بالتوقيت الصيفي، لذلك هناك فعلا حاله ضياع ان كان بالنسبه للمصارف او بالنسبه للمؤسسات للمدارس لا. للجامعات اود ان اشير ايضا ساره انه اسوه يعني عندما بدايه ازمه الدولار كانت هناك او بدا بدانا نشهد تطبيقات ومواقع تضع يعني سعر صرف الدولار ان كان حسب سوق صيرفه او حسب السوق السوداء الان وايضا فيما يتعلق بالتوقيت استيقظنا اليوم على موقع جديد او تطبيق جديد ايضا يتحدث عن هذا الموضوع يعني سنحاول ان نشاهده سويا هو نعم. اسمه أدي الساعة؟ ساعه عندما نضغط عليه يمكن أن نرى International Time in Beirut و BMTA ميقاتي تايم هناك توقيتان هنا التوقيت الصيفي الجديد وتوقيت التوقيت القديم التوقيت الشتوي أو كما يقول اللبنانيون التوقيت الإسلامي والتوقيت المسيحي للأسف يعني عمليا هل يؤثر شيء اللغة التي تستخدمها. كيف أثر على الحياة تعلم بأن في مسألة إفطار الصائمين الإمساك عن الأكل مع الشروق والافطار مع الغروب عدد الساعات او الزمن لن يتغير هذا, هذا معلوم ولكن فيما يتعلق بالامور الاخرى صحيح. نعم طبيعة طبيعة الحال أثر هذا الموضوع على كل شيء يعني يوم غد هناك مدارس التزمت بقرار وزير التربية بأن تكون بالتوقيت الصيفي ولكن هناك مدارس أخرى لم تلتزم وتحديدا المدارس الإسلامية وبقيت على التوقيت الشتوي هنا ضياع لدى الأهالي بين أولاد في المدارس في مدارس على التوقيت الصيفي أو مدارس على التوقيت الشتوي معظم الأهالي الآن سارة لم يعودوا يعني باتوا هم من يوصلون أولادهم إلى المدارس وذلك بسبب عدم القدرة على دفع تكلفة الباصات المدرسية الأهالي معظمهم من تحدثنا إليهم أشغالهم بقيت على توقيت الشتوي أما الأولاد فهم على المدارس بالتوقيت الصيفي لذلك لم تعد لديهم القدرة على إيصالهم بما أن بات دوام دوام أعمالهم يبدأ قبل موعد المدارس بعد أن تم التغيير في هذا بين توقيت صيفي وتوقيت شتوي عدد معنا وزير تحدث عن الاعتماد على التوقيت الصيفي نعم، كل المدارس ستعتمد على توقيت واحد؟ نعم، ولكن ليست كل المدارس لم تلتزم كل المدارس اعلنت اليوم بعد ان اصدر وزير التربيه قراره اعلنت عدد من المدارس الاسلاميه تحديدا بانها ستبقى على التوقيت الشتوي هذا الخلاف او هذا الصراع ليس فقط في الحكومه يعني ميقاتي اصدر قراره عدد من الوزراء لم يلتزموا ايضا الوزراء اصدروا قراراتهم ولكن المؤسسات المعنيه بهذه الوزارات لم تلتزم يعني هي عينه عن حاله الضياع والتخبط الذي يعيشه اللبنانيون يعني موضوع التوقيت هو يكشف اكثر هذا التخبط وهذه العشوائيه والتفرد بالقرارات التي تحكم لبنان في كل الملفات والان جاء موضوع التوقيت ايضا يعني تنسحب عليه نفس السياسات الطائفيه والسياسيه والكيديه نعم. التي تحكم كل شكرا. الملفات لذلك المواطنون بطبيعه الحال سيتأثرون في هذا الموضوع ناهد يوسف مراسله الحدث شكرا جزيلا لك السلام عليكم